واش الوقفة مخصة لجميع النقابات ولا النقابة ديالك؟ ماشي جميع النقابات. راه قلت لي راه مصيفطني انا سميتو مشاهد قناة الفوق، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء في وسط المدينة، احتجاج عشرات من اصحاب الطاكسيات بعد صدور احكام قضائية خاصة بالجريمات. شوفوا معنا شنو وقع وسط المدينة مشاهدينا الكرام. استاذ عطاني الاسم والصفة، وشو السبب ديال هذا الوقف الاحتجاجي؟ عبد الهادي الصمد الكاتب العام للاتحاد الوطني لسيارة الأجرة، منضوي تحت لواحد الاتحاد العام للمقاولات والمهن. هذا ماشي وقفة، هذا تجمع، تجمع ديال المهنيين. هذا التجمع كنديروه تهيئا للوقفات الاحتجاجية اللي غادي نديروه إن شاء الله. لماذا؟ لأنه أولا كانت المذكرة الأولى 444 ديال وزير الداخلية، اجتمعنا عليها ثلاثة اجتماعات في الولاية، قدمنا اقتراحات ولم نتصل بالجواب ديال الاقتراحات ديالنا. ثم تفاجأنا بالمذكرة الثانية ديال 750 اللي جات، كذلك فيها مسائل تضر بالمهنيين وبالأخص عند وفاة صاحب المأذونية. المذكرة كتعطي أجل ديال 6 شهور باش تسوي الوضعية ديال ذوي الحقوق، إلا ما سواش الوضعية غادي توقف هذيك الطاكسي. إلا مات صاحب الكريمة بعد مدة 6 شهور، إلا ما صوبوش بعد مدة 6 شهور، إلا الناس واخا كاين العقد، واخا كاين العقد، إلا ذوي الحقوق الوراثة ديال صاحب المأذونية ما هيئوش الملف ديالهم، غتوقف هذيك الطاكسي واخا كاريها وعنده العقد باقي ما منتهيش المدة ديالو، غادي يوقفوه. الكريمة تدخلها الداخلية تسنى تيديروا لها الناس ذوي الحقوق يديروا التحويل، تيتفاهموا ويديروا التحويل ويعاودوا ياخذوا ذوي الحقوق. واللي مستغل وعطى الحلاوه وشاري الطوموبيل الجديده بالتريطات ما عنده غرض به كيوقفوه. حنا كنقولوا لهم ما توقفش، تيصوبوا هذوك الملفات ديالهم ما بغاوش يصوبوا، يبقى هو مستغل عنده العقد باقي ساري مفعول، يبقى خدام بالكريمه ديالو كيخلص الكرا ما توقفش. لا هذاك ملف اخر ديال السائق، يعني ماشي هو هذا اللي كان عليه 750 طلب ديال الكريمة. حنا دائما كنطلبوا باقي كنطلبوا الداخلية ورئيس الحكومة والبرلمان أنهم ما يبقاوش هاد الكريم، يوليو رخص للمهنيين، رخص للمهنيين عبر دفتر التحملات، باش كل مهني عنده واحد الشروط باش يستفد من الرخصة ديال النقل خاصة ليه هو عبر دفتر التحملات كما جاري به العمل في عدة دول، منهم دول عربية منهم مصر، هذا هو اللي جاري العمل في مصر. هناك دفتر تحملات كيعطيو الرخص للمهنيين كيستغلوهم واحد المده وكتجدد ديك المده الى احترم دفتر تحملات. كاينين بطبيعه الحال كاينين، كاينين باقي واقفين الان لانه باقي مازال ما كاينش الحل ديال المصير ديالهم، باقي يتشردوا. اكثر من هذا هو انه صدرت احكام جديده كتحكم على المستغل رغم انه يؤدي الواجبات الكراء المدنيه، حكمات عليه باسترجاع الرخصه وبالتعويضات الغرامه اللي وصلت ل 16 مليون 20 مليون 18 مليون ملي نكمل لك، حكمات عليه بهذه التعويضات زائد الحج على ممتلكاتهم، السياره اولا ثم المسكن اللي كان سرقوا يحجزوا عليه. اشنو السبب؟ لانه هاد الناس كيحكموا كيطلبوا منهم يجيبوا لهم القرار ديال اللجنه اللي يعقد فيه بوند يشير انه عند نزاع الطرفين يعرض الملف على لجنه فض النزاعات، كاين في العقد النموذجي لاداره الداخليه. هذا القضاة خصهم نورمالمون ما يقبلش الطلب ديال المدعي ديال صاحب المدينه، خصو يقول لي جيب لي القرار ديال لجنه فض النزاعات هو الاول، عاد ينظر. قضاة المجتهدين طلبوا لهم القرار ديال فض النزاعات وما بدوش في الملف، وهاد الناس الاخرين اللي عندهم باك صاحبي راهم حكموا بهذا الشيء اللي بغاو. المطالب ديالنا هو انه توقف هذه الاحكام وما يتشردوش هذه العائلات وما يكونش هذه الاحكام ديال الغرامات وديال التعويض.
الاحكام اللي كاينه في الاول راه كاينه كيخلص الكره ديالو صافي بقى عنده حكم، خاصو يجدد معاه العقد، خاص الداخليه والعمال يفرضوا على اصحاب الميدان يجددوا العقد مع المكتري اللي كيخلصوا في الكره. شكرا. كما شفتم انا مشاهدي الكرام احتجاج العشرات من اصحاب التاكسيات، التاكسيات السيمفاني، تاكسي كبير، تاكسي صغير، بعد صدور احكام قضائيه خاصه بالكريمات كما حاولوا تحليلنا السيد كان معنا في المباشر والكاتب الوطني، اصحاب التاكسيات السيمفاني ديالهم حاول يوضح لنا انه هذا التجمع ولا هذا الاحتجاج جاء بعد صدور احكام قضائيه خاصه بالكريمات، يعني مثلا ملي كيموت صاحب الكريمه السائق المهني كيتوقف على الامان ديالو، يعني شوفوا معنا شنو واقع مشاهدينا الكرام وسط مدينه الدار البيضاء بعد صدور صدور احكام الكريمات. Thank you.